السلام عليكم واهلا بكم في خامس حلقه من بودكاست راديو هاك. النهارده معانا باشمهندس ابراهيم حجازي. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا يوسف. طبعا في كتير عارفينك بما انك يعتبر من اشهر الناس اللي شغاله في المجال بالنسبه للوطن العربي والكورس بتاعك والجروب، بس في ناس ممكن لسه ما تكونش عارفاك، فعرفنا بنفسك. قبل ما اقول بحبك شماء ولا بعد ما اقول بحبك شماء؟ يعني بعد خليها بعد. اوكي، اسمي ابراهيم حجازي، بشتغل في مجال امن المعلومات بشكل بروفيشنال او بشكل شركه، يعني مش مع نفسي. بدايه من 2009 كنت جونيور لينكس ادمنستريتور، بدات كده درست شهاده اسمها ار اتش سي تي ريد هات سيرتيفايد تكنيشن، واشتغلت بيها في شركه هوستنج اسمها سعودي هوست. وبعدين انتقلت بقى، يعني قعدت خدت فيها فتره كده شويه، سنه اعتقد او سنه ونص بشتغل في الشركه دي. بعدين انتقلت تاني شركه اسمها ستار وير، بشتغل في كسايبر سكيورتي انجينير هناك، بمانيج بقى الفاير وولز والحاجات دي والشيرد كلاينتس والقصص دي. وبعديها بقى اتنقلت ما بين وظائف مختلفه، هاكر وان وقطر جاز، وحاليا في بشتغل في شركه فيزا سينيور سكيورتي انجينير. اوكي، دلوقتي فيزا، طب وظيفتك في فيزا بتعمل ايه بالظبط؟ يعني كسكيورتي انجينير الرول بتاعك او بص، انا قبل فيزا كنت في ديلويت شغال ريد تيمينج بحت، يعني بين تيستينج وريد تيمينج فقط لا غير، فكنت ماسك الجزء الاوفنسيف ده. قعدت في ديلويت 4 سنين، بس انا بشتغل في الحته دي يعني بقالي سنين قبلها، يعني فحسيت ان انا عندي خبره لا باس بها، مش هقول كويسه او كفايه خالص لا، بس حسيت ان انا عندي خبره لا باس بها في الجزء الاوفنسيف، ومحتاجه اقوي نفسي شويه في الجزء الديفنسيف. فجات لي الاوبورتيونتي او الفرصه بتاعت فيزا دي. فطبعا فيزا اسم كويس، وفي نفس الوقت هتعلم فيها حته الديفنسيف على سكيل كبير، او على سكيل يعني بالعربي على نطاق كبير، فقلت ليه لا. فاخدت الفرصه بتاعت فيزا دي علشان اشتغل في الجزء الديفنسيف. ايه اللي انا بعمله تحديدا؟ هو انا سكيورتي انجينير، فمسؤول عن الاي بي اس الاي دي اس الفاير وولز، بس الجزء اللي انا بركز عليه اكتر، ودي انا مبسوط ان انا اتعلمت بتعلم فيها حاليا كتير، يعني هي الجزء بتاع الكلاود سكيورتي، لان انا مسؤول عن الكلاود سكيورتي، مش عن الانفراستراكشر العاديه كداتا سنتر والكلام ده كله. انا ماسك الجزء بتاع الكلاود الحمد لله يعني، وشغالين على سوليوشن اسمه توكنايزيشن او توكن اي دي سوليوشن. التوكنايزيشن دوت انا كنت اتكلمت عنه في البرزنتيشن، بس عشان ما ادخلش في تفاصيل كتير يعني ابعد عن السؤال نفسه، هو وظيفته باختصار ان انت بدل ما كنت بتروح بالفيزا كارد بتاعك تروح تعديه على المكنه عشان تدفع، فلو في مثلا مالوير على المكنه هيقدر يشوف الرقم الكريدت كارد بتاعك والبين كود اللي انت كتبته، لا احنا عشان نبدل الموضوع دوت عملنا توكنايزيشن سوليوشن. وظيفته باختصار ان انت لو ربطت كارت الفيزا بتاعك بس من خلال ابل باي او سامسونج باي والساعات والحاجات دي كلها، بدل ما بيظهر رقم الكارت الحقيقي بتاعك بيظهر رقم عشوائي، هو نفس يعني نفس التول بتاع الرقم بتاع الفيزا، ولكن رقم عشوائي تماما. لو حد سرقه مش هيستفيد منه باي حاجه. ليه؟ مع ان رقم عشوائي ده في الاخر هو بيمثل رقم الفيزا، عشان احنا ضايفين عليه سكيورتي لايرز او طبقات متعدده، زي مثلا ان الرقم العشوائي ده فاليد فقط لمده دقيقه، وفاليد فقط في الستور الفلاني، اللي هو مثلا هايبر وان مثلا فرع العاشر من رمضان فقط، ما ينفعش تشتري بيه في اي حته ثانيه. وفاليد فقط في الدوله مثلا في مصر، وفاليد مثلا يعني فاهم، بنفضل نليمت لحد اخر التوكن دوت. هو احنا عادي بنجنريت اي عدد من التوكنز، يعني عشان كده قلت هو فاليد لمده دقيقه، او ممكن دي الميرشنت نفسه او الهايبر مثلا وان مثلا في الحاله دي اللي هو الميرشنت بتاعنا، هو اللي يقول لا انا عايزها فاليد لمده 30 ثانيه، يعني عايزها فاليد لمده 3 ساعات براحته. فيعني فاحنا بنقدم للميرشنتس سكيورتي سوليوشن يضمن له امان كروت الناس اللي بتشتري من عنده باختصار يعني. اوكي، جميل جدا. انا بقى وظيفه السكيورتي انجينيرنج بتاع الانفراستراكشر اللي ورا الكلام ده كله. طب كانت فين بدايتك، او ايه بدايتك في مجال السكيورتي، او ليه دخلت اصلا السكيورتي؟ بص، انا كنت اتكلمت عن الحته دي قبل كده، في ان انا قلت هو المجال اللي اختارني مش انا اللي اخترته. يعني ابن عمي قعد يقول لي تعالى نعمل ايميل ياهو وبتاع، ونخش بقى نتشات مع الناس وكده. ما كانش عندي اي معرفه خالص عن الانترنت تماما، يعني كان اخري على الكمبيوتر اقعد العب العاب وبتاع. فروحنا عملنا اكونت، والاكونت دوت تم يعني تاني يوم بفتحه حرفيا ما بيفتحش، كان الباسورد بتاعه 1 ل 6. فقلت ما اعرفش بقى افتحش ليه، سالت ابن عمي يعني، فقال لي انه ده هاكر. فقلت له ايه هاكر ده؟ قال لي صاحب السايبر منزل برامج هاكر على اجهزه بيسرق بيها باسوردات الناس. طب ايه الهاكر ده؟ قال لي ما اعرفش.
فقررت اكتب في جوجل ايه هو الهاكر بس، يعني حرفيا تاني يوم استخدام الانترنت بالنسبه لي كنت بكتب فيه ايه هو الهاكر يعني. فعشان كده بدات الموضوع من بدري شويه يعني، وذلك فضلت لا علما ولا عملا يعني. يعني المفروض تروح تشكر صاحب السايبر ده. والله انا اخترقته بعدها بسنتين، انا دايما بقول الحته دي عشان كنت فاهم برضه انت بدايه الموضوع كان الموضوع بالنسبه لك حماسي زياده عن اللزوم، اللي هو انا عايز بقى ارجع حقي بقى والجو ده. طبعا. يعني انا هو فعلا، بس انت عندك حق، لازم اشكره، لازم اشكره فعلا. اوكي. طب ازاي جبت اول وظيفه ليك، او اول وظيفه يعني في مجال السكيورتي كبروفيشنال، كانت فين بالظبط؟ الحته دي كانت صعبه قوي بالنسبه لي في الاول، لان انا كنت لسه صغير في السن لما بدات اشتغل في القصه بتاعه اللي هي سعودي هوست او شركه سعودي هوست او سيستم ادمنستريشن والقصص دي. ما كنتش لسه حتى وصلت لمرحله الجامعه، كنت في البدايه قوي يعني، صغير جدا في السن. المهم انه انا وقتها ما كانش عندي اي شهادات، ما كانش عندي اي خبره عمليه يعني، ما اشتغلتش في الشركات قبل كده، وفي نفس الوقت ما عنديش اللي يثقل السي في زي ما بيقولوا. انا حتى افتكر ان انا كنت لسه عامل السي في في نفس اليوم اللي انا كنت بقدم فيه، ما كنتش عندي سي في اصلا يعني. بس هي الفكره كلها انه انا وقتها اعتمدت على العلاقات، انه انا عارف فلان وفلان يعرف فلان، فممكن يكلمه لي انه الراجل ده عايز يتدرب عندك في الشركه. فده اللي انا عملته في البدايه فعلا. ما هو طبيعي، انا كحد لسه طالب ما عنديش حتى فلوس ان انا ادخل اخد شهادات او اذاكر كورسات اونلاين. كنت بذاكر كورسات اونلاين طبعا ببلاش، بس قصدي ان انا اخد شهادات، اذاكر كورس واخد شهادته كطالب ما كانش ده متاح بالنسبه لي، بلس انا ما عنديش اي خبره عمليه، ده لسه اول حاجه. فيعني دورت على تدريب وسالت حد يعرف حد، الحد ده نزلني تدريب في الشركه اللي اسمها سعودي هوست دي، وقعدت فيها لمده سنه، خدت فيها خبره كويسه جدا. بعد كده كان سهل بقى بالنسبه لي، سنه ونص اعتقد، بعد كده كان سهل بقى بالنسبه لي ان انا المكان تاني. ستيل انا نفس الشخص اللي طالب، اللي لسه طالب، لسه حتى ما دخلش الجامعه، نفس الشخص اللي معهوش فلوس ياخد كورسات و، ولكن الشخص ده بقى عنده سنه ونص خبره في سوق العمل، فاحنا ممكن ناخده معانا جونيور، وهكذا بقى بدا الموضوع يمشي. اوكي. طب ايه اصعب حاجه قابلتك في بدايتك في المجال؟ أصعب حاجة قابلتني في بدايتي في المجال إن أنا ما كنتش بعرف أبرمج، إن أنا ما اتعلمتش البرمجة الأول. لذلك هتلاقيني حتى في أغلب الفيديوهات اللي بطلعها أو البوستات اللي بكتبها أو حتى التعليقات اللي بعلقها على الناس اللي بتسأل عن رود ماب وغيره، دايما بقول يا جماعة اتعلموا البرمجة الأول، يا جماعه اتعلموا البرمجه الاول. اعتقد طبعا هو قدر الله مش هعرف فعل، مش هقول لو يعني، ولكن اعتقد ان انا لو كنت بدات، انا قلت لو بس يعني، انا قصدي ان انا بوضح، انا لو كنت مبرمج شاطر قبل ما اشتغل في السكيورتي اعتقد معايا كتير، كان هيفرق معايا كتير. فعشان كده انا خدتها بالطريقه الغلط، ما احبش او ما انصحش ان حد ياخدها بنفس الطريقه. انت ممكن تحفظ شويه بيلودز وتخش ترميهم في اي حته، وايه ده اكس اس اس، الله بيطلع لي اليرت بس يعني، وهتلاقي ستيل فاينكس، بس اللي انت هتطلعه مثلا ده ممكن تقول 20 30% من، لو حد مسك نفس الابلكيشن وهو شاطر جدا في البرمجه هيطلع مثلا 70 80% من الثغرات، ما حدش طبعا يطلع 100%، بس قصدي ان هو الفرق هيبقى كبير بينك وبينه. حتى لو انت مثلا لقيت ثغره معينه قابلت لك فيها مشكله، هو كمبرمج عارف ايه سبب المشكله دي، لان هي قابلته كتير وهو بيكتب كود، فهو عارف ان المشكله دي بسبب كذا، فيحاول يحلها او يكتب كود يأوتوميت حته معينه. انت مش هتعرف تعمل الحتتين دول، انت هتقعد جوجل عشان تعرف ايه المشكله، ولو قعدت جوجل وفهمت ايه المشكله مش هتعرف تكتب كود مثلا يأوتوميت البروسيس دي مثلا، او يأوتوميت استغلال معين او كده. مش كده دايما بنصح الناس يبداوا بالبرمجه. انا اتعلمت برمجه بعد ما بدات بحوالي 3 سنين او 4 سنين، طبعا جاب كبيره جدا يعني، فعشان كده ما احبش ان حد ياخد الطريق بالطريقه اللي انا اخدتها دي. كلام مظبوط. طب ايه اللي بيحمسك في المجال؟ يعني في ناس بتحمسها ان هي تنجح في فلوس منصب، انت ايه بالظبط؟ ده سؤال حلو والله، ده سؤال حلو. بص، الفلوس جزء منها ده اكيد، عشان احنا بشر وكلنا عندنا مسؤوليات والتزامات، فالفلوس جزء كبير منها، وكلنا طبعا عندنا احلام اكيد يعني، ان شاء الله يبقى عندي فيلا في مارسيليا كده ولا حاجه وابقى مليونير زيك يا يوسف. يا رب يا رب. لا، هو الفلوس طبعا اكيد جزء منها، ولكن يمكن الجزء اللي انا هقوله ده مرتبط قوي بسؤال انت ازاي لقيت الوظيفه بسهوله كوظيفه كبيره. سيبك من ان انا بدات جونيور في حته او تدريب او ده، كوظيفه حقيقيه لقيتها ازاي وانا ما كانش عندي شهادات، هو بان انا استغليت اسامي الشركات اللي بجيب عندهم ثغرات، واسمي لما ينزل في الاولى في، جبت ثغره مثلا في ابل، جبت ثغره في جوجل، فاسمي بينزل في ياهو، نزل اسمي بينزل عندهم في الاول اوف فيم، فبقيت اكتب في السي في بدل الشهادات بقى ان هو الاتشيفمنتس بتاعتي ان انا شفت ثغره. بالظبط. فده كان دافع كبير قوي من الدوافع دي، ان انا هعوض الشهادات اللي مش عندي،
وان انا معيش فلوس اشتريها بيها او اخش بيها بالشهادات دي، ان انا بعوضها بمجال الباج هانتنج بقى، ان انا بشوف بنزل اسامي الشركات الول اوف فيم جوده. تاني حاجه، هو كان دخله سهله قوي، لان انت تلاقي وظائف في شركات كتيره زي دي، وحصل فعلا. يعني انا مثلا قعدت اول كام سنه من حياتي، اعتقد اول 3 سنين، مش مترجم غير ياهو فقط لا غير، شغال على ياهو من فوق لتحت. فقعدت سنه 2014 كلها تقريبا رانك رقم واحد بفضل الله طبعا، بسبب كميه الثغرات الكريتيكال اللي جبتها عندهم، ار سي اس كتير بقى وكده. وبعدها عرضوا عليا وظيفه، اتصلوا بيا، لقيت الاتش ار بيتصل بيا، طلب رقم تليفوني بتاعه، الاتش ار كلمني، احنا عندنا بوزيشن مش عارف ايه، والتيم بيشكر في السكيلز بتاعتك، وهوب جت الكارثه الطامه الكبرى. انت معاك اتش 1 فيزا ولا اسمها ايه بتاع؟ لا معيش، لا خلاص احنا بنعتذر ومش هنكمل الانترفيو. وده طبعا كان متوقع، عشان امريكا رزله جدا في القصص دي، ولكن هي ستيل هي جابت لي مور اور ليس، جابت لي وظيفه، جابت لي دخله. في نفس الوقت لما كتبت ده على لينكد ان، ان انا يعني اكنولجد باي فلان وفلان وفلان كشركات، يعني بدا يجي لي فعلا اوفرز على لينكد ان، الناس بتطلب مني، مش اوفرز يعني، عروض لانترفيوهات او لمقابلات في وظائف او. فده كان من ضمن الاسباب. فلو هلخص سريعا، هو اللي بيحمسني كباج باونتي هانتنج هي فلوس، شهره طبعا، لان انا كل ما بلاقي ثغره مثلا بعمل عنها رايت اب، والحمد لله كده بعني كذا مره بتاع هاكر نيوز، فدي برضو شهره ليك بالنسبه لك، فاكسبوجر او شهره ليك، فلوس، تعويض عن الشهادات اللي مش معاك، يا حاجات كتير بتتعرف في المجال. لما بتروح اي مؤتمر بتلاقي الناس عارفاك مثلا من الرايت ابس بتاعتك، من اسمك لما شافوه مثلا في التوب 10 بتاعت الشركه الفلانيه. كل دي بتحمسني ان انا اشتغل في الباك اند. يعني اكيد اكيد حوار الهول اوف فيم ده، يعني انا لما بدات في الباك باونتي مثلا جالي يعني اول 15 باج بلغتهم كلهم اتقفلوا ان ايه، كنت مبهدل الدنيا. وبعدين لقيت ثغره واحده شغاله في يونايتد ستيتس ديبت اوف ديفنس، وخدت فيها ترياج وريسولفت، وكان دي الدافع ليا ان انا اكمل، اللي هو لا اصل انا حرام، اصل انا جبت باج في ضد، فاهم؟ لازم اكمل يعني بالظبط انجح. دلوقتي ما بين الساعه هتروح فين لو ما كملتش دلوقتي؟ والله العظيم لولا الباج دي انا فعلا كنت قفلت الموضوع بدري بدري خالص. ايوه ده فاهم. اوكي طب ازاي بس انت حتى كمان لما بتشوف مثلا ناس غيرك جايبه ثغرات قويه، تقعد تقول مثلا ايه، هو انا ليه ما بعرفش اكتشف الثغرات دي؟ فده يحمسك تقعد تقرا رايت ابس كتير عن ايه لاك الثغرات، وتبدا تدور. احلى حاجه في المجال ده المنافسه اللي فيه، وروح ان انت عايز تطور من نفسك عشان تواكب غيرك. يعني الموضوع ده بيبقى كويس لو بقى هيلث، يعني مش ناس تبقى توكسيك زي ناس بيعرفهم ابراهيم حجازي وكمان مثلا. الورك لايف بالانس، ازاي بتوازن ما بين حياتك وما بين الشغل؟ لا ده اصعب سؤال ممكن تساله فعلا. والفيسبوك والمعجبين والجروب بالظبط، صح، والتليجرام والواتساب وكل طرق التواصل دي، الموضوع فعلا بقى صعب. وخصوصا انه جيت في فتره من الفترات كنت بحاول ان انا اقفل الفيسبوك، ان هو ايه يا جماعه انا خلاص ما عادش الاقي وقت فعلا ان انا، خليني اخد اكتر فتره كنت مضغوط فيها في حياتي، كانت الفتره كنت شغال فيها في دلويت. مش بزم في الشركه، بالعكس كنت مبسوط جدا 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 في دلويت، ولكن المشاريع اللي انا كنت شغال عليها طبيعتها بتتطلب ان انا اكون مركز في المشروع فقط لا غير. خليني اخد الفتره دي مثلا، دي كانت اكتر فتره كنت مضغوط ومشغول فيها، وقررت ان انا اقفل الفيسبوك. فلما جيت اقفل الفيسبوك، الجماعه قالوا لي لا الجروب اللي انت عامله، البوستات اللي انت كاتبها فيها ما بتظهرش. فلما انت قفلت الاكونت، الجروب نفسه تاثر بشكل كبير، واحنا كان عندنا في الوقت اعتقد بتاع 14 15000 يوزر، فحرام يعني. طب ليه؟ خلاص يبقى انا خلاص انا هعمل لوج اوت ومش هدخل على الاكونت. كنت معتقد ان انا كده بتفادى ان ناس كتيره تقعد تبعت لي كل شويه واسئله وبوستات مش عارف ايه وبتاع. ببص لقيت الناس كلها بقت عندي على التليجرام، يا جماعه مين اللي اداك التليجرام بتاعي؟ والله العظيم الناس بقت توزع رقمي تليفوني، مش بس التليجرام، لقيت ناس بتوصل لي على واتساب يقول لي يا باشمهندس عندي سؤال، ازاي ابدا في البنت؟ يا حبيبي بتبدا ايه؟ خلينا ناخد الاول انت جبت رقم تليفوني منين؟ وكله كان معتقد انه عادي، ايه يعني من رقم تليفونك معايا بعد ما، يعني حتى ما فيش فيه لا ذوق ولا اخلاق. يعني المفروض تسال الشخص، هل عادي ان انا ابعت رقم تليفونك لفلان؟ هل عادي ان انا ابعت التليجرام بتاعك لفلان؟ يعني لا، كانت سهله. فعامه لو رجعنا للسؤال تاني، ازاي بنظم بين وقتي وما بين حياتي؟ اول ما دخلت دلويت ما كنتش عارف اسيطر على الحته دي خالص، كان الموضوع معايا مضروب تماما، وزي اي شخص عادي مضطر تيجي على حساب حاجه في مقابل حاجه.
يعني مضطر تيجي مثلا على حساب صحتك ونومك في مقابل انت تشتغل اكتر عشان تلحق تخلص حاجات اكتر، او تقعد على الانترنت اكتر عشان ترد على ناس اكتر وتسيرش اكتر وتتعلم اكتر، او محتاج مثلا تيجي على حساب اسرتك واصحابك و في مقابل مثلا ان انت يعني فاكر اخويا محمد كان قاعد بعت لك بنفضل من 3 ايام ما ردش عليه. انا مش بنفضل عشان انا بنفضل والله خالص، ده اخويا يعني. بس الفكره كلها ان انا فعلا ما بلاقيش وقت ان انا ارد عليه حتى، وممكن ابقى شايف الرساله بس عارف انت اللي هو ايه الجزء بتاع البيرن اوت اللي انت شايف الكلام بس ما عندكش طاقه ترد، انت عندك القدره البدنيه بس ما عندكش القدره النفسيه ترد. ايوه مريت بمرحله بقى بيرن اوت واحتراق داخلي وحاجات كده، وخدت حاجات شهر من كانت ليله طويله. بس لا يعني عشان كده بقول لك يمكن التجربه دي هي اللي خلتني ابدا اركز انه ازاي فعلا انظم وقتي واواظب. بدات اخد كورسات في ديلويت، كانوا عاملين كورس كده عن التايم مانجمنت او اداره الوقت يعني، علمونا شويه تكنيكس ظريفه جدا هناك. الكورسات اللي انا خدتها كان واحد اسمه تايم مانجمنت، واحد اسمه مانجنج اكسبكتيشنز كان اسمه كده. انا ما اعرفش الكورسات دي موجود المحتوى بتاعها على الانترنت ولا لا، ولكن 100% اكيد موجود على يوديمي مثلا. انا شفت كورسات زي دي كتير، مش نفس حلقه جديده تشرح فيها الكلام ده. اوكي مش نفس التايتل ولكن هي نفس الحاجه. فاخدت بيرسونال كورسز ساعدتني جدا ان انا اظبط انا اقول بس اسامي الكورسات عشان لو حد حابب يستفيد منها يعني. مانجنج اكسبكتيشنز، اندرستاندنج انتراكشن باترنز، وكان واحد اسمه تايم مانجمنت. بس هم دول الثلاثه اللي خدتهم ساعدني ان انا اقدر انظم وقتي يعني. ماشي. طب اخر سؤال في الانترودكشن، نصيحتك للناس اللي لسه بتبتدي في مجال السكيورتي عموما، يعني تحب تنصحهم بايه؟ فاهم حاجه انت مثلا عملتها غلط في بدايتك بتحاول ان انت تخليهم يتفادوها؟ حاجه غلط عملتها هي ان انا اتعلمش البرمجه في الاول. فاول نصيحه ليهم اتعلم البرمجه، مفيش حاجه اسمها اتعلم اي لغه برمجه، اي لغه برمجه هتنفع. مفيش حاجه اسمها اتعلم البرمجه لحد فين، كل ما قويت نفسك كل ما بقيت اشطر. انا قلت في لايف قبل كده اكتبوا 10 ابلكيشنز، الناس خدتها انه 10 ابلكيشن ليه ده كتير ده انا هشتغل ديفلوبر. لا انا قلت 10 ابلكيشن وشرحت الابلكيشنز دي هي صفحات بيزكس بس، في الفكره يعني صفحات عاديه خالص بافكار مختلفه. الفكره بس ان انت تعدي على كل المراحل، صفحه لوجن، صفحه ساين اب، صفحه سيرش، صفحه رفع صور، حاجات زي كده عشان بس تعدي على كل الاخطاء، تغلط كتير. ده اللي انا عايز اقوله يعني. فتعلم البرمجه الاول حاجه صح انا عملتها وفادتني جدا، هي موضوع الول اوف فيمز دوت، عوضتني عن شهادات ما كانتش عندي وبفضل الله طبعا اولا واخيرا، وبعد فضل ربنا كانت السبب في ان انا اقدر الاقي وظائف في اماكن كتير ما كنتش شايف ان انا ممكن الاقي فيها وظيفه لو ما كانش عندي الول اوف فيمز اللي انا نزلت عليها دي. بس دي الحاجتين اللي الاهم من ان انت تلاقي ثغرات وتنزل في الول فيمز هو ان انت تعمل نفسك اسم كويس يعني. اعمل رايت ابس عن الثغرات اللي انت لقيتها فتبدا الناس تعرفك، مش مجرد انت لقيت ثغره نزلت في الول فيم كانت في السي في ما حدش عارف اصلا انت لقيت ثغره، ما حدش عارف حاجه انت عملت ايه. وري للناس ان انت شاطر بان انت تقعد تعمل رايت ابس وتنشرها في كل الجروبات بتاعت السكيورتي. دي حاجه كويسه انا عملتها وفادتني جدا جدا. انتوا ما بتقبلوش اصلا البوستات عندكم في الجروب، بتشوفوا فين بقى؟ في ناس كتير كانت بتشتكي الموضوع دوت، واحنا كاتبين بوست مفصل محدش بيقراه خالص والله، محدش بيقراه فعلا. والله ما قريته. والله محدش بيقراه خالص، رايحين فيه الاسباب بالظبط يعني. انا عايز اقول لك يوسف يمكن دي معلومه ما قلتهاش قبل كده، ولكن مش عايز اقول 70 80% وان كان دي الاحصائيه الحقيقيه يعني، من البوستات حرفيا والله ما بتاخدش دقيقتين بحث في جوجل يعني. الناس بتكسل لدرجه والله في حد كان كاتب البوست بتاعه هو كلمه بالانجليزي كده هاو تو فايند ما اعرفش كذا، انا خدتها كوبي بيست في جوجل تلاقي لي مليون رايت اب. فرحت قبلت البوست ودخلت خدت له سكرين شوت وانا بجوجل نفس اللي هو كاتبه كوبي بيست وطلع لي مليون ارتكل. فايه يا حبيبي عايز ايه يا بابا يعني؟ هاخدك على رجلي اقعد هناك اقول لك اتفضل رايت اب. لا صح اوكي. اظن ده كفايه كده كانتروداكشن. ممكن نخش في موضوع الحلقه وان هو الباك باونتي والترياجينج والسكيورتي اناليست رولز الحاجات دي كلها. فمعاك المايك اتفضل. جزء كبير جدا من الحاجات اللي كنت بقول ان هي كانت سبب في فضل الله الواحد وصل له هو مشاركه العلم. فانا لما كنت بلاقي ثغره زي ما قلت كنت بكتب بعمل عنها رايت اب وبنشرها في كل حته اقدر انشرها فيها، تويتر، فيسبوك، ببعتها في الجروبس وكل الكلام ده كله. فدي زي ما قلت ببقى طبعا حاطط النيه ان هي طبعا اكيد يعني مشاركه العلم في المقام الاول، وجزء تاني منها ان انا عايز اشهر نفسي برضو واعمل لنفسي اسم كويس والكلام ده. لما دخلت الانترفيو بتاعت هاكر وان، احكي تجربه سريعه كده، لما دخلت الانترفيو بتاعت هاكر وان اللي كان بيعمل الانترفيو كان بن الشخص اللي هو بن ساتغيبور اعتقد بن كان هو ساعتها نامسك. فاول ما دخلت الانترفيو فقال لي انا هقول لك حاجه انا اول مره اقولها لك، قلت له اوكي. قال لي انت السبب ان انا دخلت الباك باونتي هانتنج ناس. فبقول له ليه؟ قال لي الار سي اللي انت كنت لقيتها في الياهو عملت عنها رايت اب دي. انا قلت واو اي وود لايك تو بي لايك ذات بيرسون. قال لي فانت كنت الدافع الاساسي ان انا بدات اساسا في الباك هانتنج. فدي حاجه بسيطه بسطتني، بس لو بصيت لها من نفس الجزء اللي انا كنت بتكلم عليه هو السبب فيها ايه؟
برضه ان انت بتحاول تنشر العلم، ان انت بتعمل رايت ابس عن الثغرات اللي انت بتلاقيها، يعني هو ده سبب انت زي ما قلت بتعمل لنفسك اسم في المجال. طيب سريعا كده، اللي عايز يشتغل في كسكيورتي اناليست، سكيورتي اناليست دي او محلل امن معلومات ما اعرفش بيسموه ايه، دي وظيفه في حالتنا اللي احنا بنتكلم فيها دي كترياج تيم ممبر، سواء بقى في هاكر وان في فيسبوك. انا عديت على اكتر من انترفيو في الحته دي تحديدا، قصدي يعني في الفيسبوك وفي هاكر وان ومنصه ثانيه مش هنفع اسمها. فيعني المهم، وانا لازلت بالمناسبه شغال لحد دلوقتي في ترياج تيم في جهه ما، في شركه ما مش هينفع اقول اسمها. اوكي يعني، فالمهم ان كل الانترفيوهات اللي عديت عليها كانت بتبقى في الغالب نفس الستايل في الانترفيو، نفس مش هقول نفس الاسئله، بس الاسئله بتتكرر كتير. الموضوع باختصار هو عايز حد عارف الثغرات بتاعت الويب ابلكيشنز اللي هي بتيجي كل يوم، اللي الناس بتبلغها كل يوم، الاوستوبتن. خلينا نقول كده، مش هنوصل قوي للاوستوبتن اللي تحتاج اكتر طبعا، ولكن على الاقل الاوستوبتن دي اول حاجه هو محتاجها. تاني حاجه هو محتاجها، هو محتاج حد باج هانتر فعليا. انا شفت ناس كتير بتقدم على الوظيفه وبتسالني حتى كمان ازاي تقدم على الوظيفه وهو اصلا ما اشتغلش باج هانتنج، اشتغل بين تيستر. هو الفرق لو تعلمون عظيم يعني. بنتستر ممكن يلاقي اي حاجه مثلا انسكيور اتش تي بي كوكيز وانسكيورشن يبلغها، تنفع ماشي منطقي، انت عايز العميل يبقى عنده سكيورتي عاليه وبتاع، لكن الحاجات دي في الباج هانتنج ما بتتقبلش، دي مش ريل وورلد سيناريوز، مش ما بتتقبلش اصلا يعني. فعشان كده كنت بقول دايما ان هو محتاج باج هانتر، محتاج حد يكون عدى على منصات كتير، اشتغل في الباج هانتنج، عارف عقليه الباج هانتنج بتتعامل، بتشتغل ازاي، عارف يعني ايه يكتب ريبورت في كل الكلام ده. وطبعا يتعامل مع اللي انت هتشتغل في الكاسكيتي يعني، انت هتتعامل مع باج هانترز، فلو انت مش فاهم الباج هانترز بيفكروا ازاي مش هتعرف تتعامل معاهم باختصار. فهو عايز حد فاهم الاوستوبتن او الويب ابلكيشن فولنربيليتيز كويس. لو عندك اضافات بقى موبايل ابلكيشن سكيورتي، اغلبهم بيبقى عايز ويب موبايل، بس قصدي يعني لو عندك اضافات كنتورك سكيورتي، ك باينري اكسبلويتيشن، كريفرس انجينير، كل الحاجات دي ممتازه ممتازه وبتفيد جدا جدا كمان، وبتعلي فرصتك في ان انت تتقبل، لان انت ما بيجيلكش ثغرات ويب فقط طبعا ولا موبايل فقط، بيجيلك ثغرات في كل حاجه. فكل ما بقيت اشطر كل ما عالي السالري بتاعك، كل ما عليت فرصه ان انت تتقبل، كل ما عليت فرصه ان انت تتقبل في بوزيشن اعلى. دي الاساسيات اللي انت محتاجها. وثالث حاجه هي الكوميونيكيشن سكيلز. في اغلب الانترفيوهات، وده دي حاجه مهمه برضو لازم اقولها، هو بيسالك سؤال اللي هو يقول لك مثلا ريسيرشر بلغ لك ثغره، الثغره دي هي مش فاليد اصلا، انت عملت حاولت تريبروديوس الثغره لقيت انها مش فاليد، مش ثغره اساسا، فقفلت الريبورت. فدخل الراجل قال لك لا دي ثغره حقيقيه وانتوا نصابين وخدتوا عليا فلوس مش عارف ايه، هترد تقول ايه؟ فتقول له مثلا هرد باكس، يقول لك هو ما اقتنعش بالرد ده وقال لك لا انا هخش اسيح لكم على انت مثلا كفيسبوك ولا انت كجوجل ولا انت كغيره، قال لك انا هخش اسيح لكم على السوشيال ميديا وهبعت للقنوات الاخبار وللمواقع الاخباريه واقول انتوا نصابين خدتوا الثغره ببلاش وقفلتوها وما ادتوليش فلوس، هترد تقول ايه؟ فتقول له مثلا هرد اقول اكس، ولا خلاص هو عمل اسكليشن مثلا، فاهم؟ بيبدا يمشي معاك في البروسس دي، هو دي مفيش فيها اجابات صح وغلط. بالظبط، هو مفيش فيها اجابات صح، هو عايز يعرف بس طريقتك في التواصل، طريقتك في الردود. فدي من الحاجات المهمه. الانترفيو بتبقى ازاي؟ بيسالك الاول في حاجات تكنيكال كلها ليها علاقه بالثغرات بتاعت الويب ابلكيشنز، ايه الثغره الفنيه عباره عن ايه؟ ازاي بيتم استغلالها؟ ازاي بيتم ترقيعها؟ استنباط ثابته في كل المنصات اللي عملت فيها انترفيوهات يعني. بعد ما بتعدي بالجزء دوت، مش هينفع طبعا اخش في تفاصيل عشان مش هينفع اسرب اسئله اكيد، بس بحاول ادي يعني نبذه عن اللي بيحصل. بعد ما بتعدي في الاسئله دي او في الجزء ده بيديك تقرير، هو طبعا سيميوليشن حاجه كده محاكاه يعني، بيديك تقرير يقول لك انت عندك الثغره اهي والريبورت بالشكل الفلاني وريني هتعامل معاها ازاي. فوريني هتعامل معاها ازاي دي المفروض انت اول حاجه هتحاول تبروديوس، مش يعني مش هتخش ترد على الريسيرش على طول، لازم تحاول تريبروديوس الثغره تشوفها فعلا فاليد ولا لا. بعد ما تريبروديوس الثغره هيقول لك بقى طب وريني ازاي هتكتب الريبروديوسنج، يعني ازاي هاو تريبروديوس الستبس. في ريسيرشرز كتير يوسف منهم بيخش يرمي اللينك البي او سي، خد يا معلم الاكسس اتفرج. لا بقى هاو تو فيكس ولا الريبرودكشن ستيبس ولا لازم تبقى لوب دين الاول اصلا عشان تشتغل ولا لا، هو معلم هو خش اتعايش مع نفسك انت هنا على البتاع ده. فطبعا احنا مش هينفع نوصل الكلام للشركه بالشكل ده، الشركات اغلبها بيبقى حد ما عندوش بقى، ممكن تقول مثلا التيم بتاعهم كل ديفلوبرز اصلا، فما عندوش فكره عن السكيورتي كبيره، فمش فاهم ولا اللي انت بلغه لنا ده يعني الار دي الاي دي اور دي اصلا يعني ايه، عباره عن ايه، حاجات زي كده. فلازم تكتب كلير ريبرودكشن ستيبس، خطوات واضحة وبسيطة يفهمها الناس اللي مش متخصصين في السكيورتي عن ازاي يقدر يعيد انتاج الثغرة دي عشان يفهمها باختصار، وازاي تديله نصايح عن هاو تو فيكس باختصار برضه.
فده الانترفيو، وبعديها بيبقى شويه بقى زي ما قلت بيرسونال سكيلز، بس هم الثلاث حاجات دول. واللغة اللغه مش مهمه قوي لو انت بتعرف تمشي نفسك، مش محتاج تبقى انجليزي بروفيشنال، لان المصطلحات بتاعت المجال انت بتحفظها زي ما هي اغلبها، فانت شغلك ما فيش فيه، انت ما بتتكلمش مع حد، انت كله شات. انا اقصد كتابة، حتى تكون انت شاطر في الكتابة. صح، ما هو دي مهمه طبعا، ولكن هم عشان برضو يصلحوا الحته دي بيبقى عندهم استنباط بتكوبي بيست يعني، فحتى الحاجات دي مش هتبقى مهمه قوي. هي اللغه مهمه، مش بحاول اقلل من قيمتها، بس قصدي ان انت حتى لو اللغه عندك متوسطه انت يو ستيل هاف ا جود شانس. اوكي، طب انا عايز اسالك سؤال. انت دلوقتي بشوف ان في ترياجرز كتير مش بتدخل الكلاينت في البروسيس، يعني انا في مره بروجرام بس برايفت مش هقدر اقول اسمه، بعت لهم بس الكلام ده من زمان قوي يعني، بعت لهم سب دومينتك اوفر في امازون، بس ما كانش معايا او باين مش فاكر امازون ولا مين، ما كانش معايا كريدت كارد، ما كنتش كامل 21 سنه عشان اعمل التيك اوفر او اعمل الاكونت بتاع امازون. فبس انا عارف ان دي تيك اوفر احساس الهاكر فاهمني، وبعت بعت الريورد وكل حاجه، قلت للراجل اداني ان ايه، ورحت كلمت السبورت بتاع التيم بره، والتيم قال لي تمام احنا عارفين ان دي تيك اوفر، وفتحوا الريبورت وادوني باونتي. طب ليه ما بتدخلوش الناس الاول معاكوا في الكونفرزيشن او البروسيس دي من الاول؟ طيب بص، هو خلينا الاول نفهم البروجرامز على اي منصه. انا طبعا ما نتكلم على هاكرون ولا لابس تيشيرت هاكر، فهتكلم على هاكرون. البروجرامز عندهم بتبقى في حاجات فولي مانجد. فولي مانجد دي الكلاينت بيديك انت كترياش تيم ان انت اللي تمانج كل التقارير اللي بتوصل لك، فان انت تحكم عليها دي كريتيكال ولا هاي، وانت كمان اللي تدفع الباونتي للريسيرشر. دي الفولي مانجد. في السيمي مانجد او المانجد بس زي ما بيسموها، رمز اللي هي المانجد دي انه الترياج تيم بيحاول يجرب الثغره، يعيد انشائها، يريبروديوس يعني الثغره، ويجرب يشوف البروف اوف كونسبت سليمه ولا لا، بعدين يكتب التقرير بشكل واضح للبروجرام ويقول لهم يا جماعه والله الثغره دي انا قدرت اعيد استغلالها، وانا قيمتها على انها هاي، وتاخد الباونتي الفلاني. وهو البروجرام اللي وافق خلاص تمام احنا موافقين على اللي انت قلته هندفع المبلغ، او لا والله احنا مش موافقين دي اصلا مش ثغره، او لا والله احنا اضرب الابلكيشن بتاعنا وشايفين ان دي استغلالها مش صح مثلا، او ما فيهاش الخطوره اللازمه، فدي المفروض تبقى له مثلا بدل هاي، حاجات زي كده. فتبقى دي بتبقى المانج. وفي بقى بروجرامز الهاكر وان يعني بيستخدموا هاكر وان كمنصه فقط، ما بيستخدموش التراكتين بتاع الهاكر وان اساسا خالص يعني، هم اللي عندهم التيم سكيورتي بتاعهم اللي بيمانج البروجرام بتاعهم بالثغرات بتاعتهم بكل حاجه. طيب اللي انت قلته دوت كسؤال مثلا، ليه ترياج تيم في اوقات كتير ما بيرجعش للبروجرام وبياخد هو القرار مع نفسه وبيقفل تقارير اوقات والجو ده كله؟ خليني اقول لك مبدئيا، احنا طبعا في الاول بشر اكيد يعني، كل واحد عنده حكم على الحاجات من وجهه نظر نظره هو، فممكن تبص على تقرير تلاقي حد مثلا ما قبلوش، وممكن تبص على تقرير تلاقي حد قبله ولو، وحد مثلا قبل تقرير معين ميديم، بينما حد تاني يجي يشوفه كريتيكال او هاي، عشان هو بيفكر في سيناريوهات مختلفه التاني ما فكرش فيها. انت لما بتوظف ناس انت مش هتقعد تراجع كل تقرير وراهم، وان كان ده بيحصل بالمناسبه، مش كل تقرير لكن بيرجع بيحصل يعني متابعه للتقارير بشكل عشوائي، ويشوفوا شكاوى الباحثين مثلا اذا كان في شكوى او كده، وبيتكلموا مع الباحث مع الترياج، بس ده زي ما قلت بشكل عشوائي. المهم يعني انت مش هتقعد تراجع كل التقارير، فانت بتعتمد على ان انت عملت انترفيو كويسه للراجل اللي جاي لك، فضمنت ان هو عنده ليفل معين من البروفيشناليتي او الاحترافيه ان هو يقدر يتعامل مع الريسيرشرز. طيب انا دلوقتي كريسيرشر بقى، والراجل ظلمني، مش عايز اقول اسمه عشان كل الناس تقريبا بتشتم فيه عارف طبعا طبعا المهم ما كنا تيم واحد برضه ما ينفعش اشتم فيه. المهم يعني، فالراجل ابن الحلال ده جه قفل التقرير بتاعي ان ايه، ومن غير حتى ما يسالني اي حاجه. هو الراجل مبدئيا بيبقى عدى عليه عشرات بل مئات التقارير بنفس السيناريو اللي انت بتقوله، وهو عارف مسبقا ان ده مش هيوصلك لحاجه مبدئيا، فهو بيختصر على نفسه وقت كبير قوي وبيقوم قافل التقرير. بس ده مش صح، عشان انا كريسيرش انا مش فاهم اصلا الحته دي، ما هو اللي انت عديت عليه بقالك 200 سنه انا ما عملتوش اصلا، ده لسه اول مره ليا. فطبعا انا شايف الحته دي غلط، والمفروض يشرح ويوضح. دي منطقي جدا، انا اتكلمت فيها كذا مره قبل كده يعني، بس يعني علينا، فالمفروض يشرح ويوضح. ولكن فرضنا ان ده ما حصلش، انت عندك اكتر من مسار تمشيه انت كريسيرشر، من ضمنهم ان انت بس طبعا لو الكلام ده لو انت واثق ان فعلا انت مبلغ ثغره، مش حاجه اي كلام بقى اللي هو مش عارف بقعد ابعت اس ام اس سبام لليوزرز ومش عارف، والسيشن مش بتكسباير لمده 7 يا حبيبي، انت هتسرق السيشن ازاي يا بابا؟ ليه دي ثغره؟ ما تسرقها ازاي؟ طيب يعني حاجات زي كده يعني، قصدي تبقى عندك
ثغره فاليد، لو انت عندك ثغره فاليد وشايف ان الراجل ظلمك، ففي كذا مسار، من ضمنه ان انت تطلب منه ان هو يوصل الثغره للبروجرام تيم. يعني انت تقول له انا عايز البروجرام تيم اللي تبص عليها، وده عادي جدا ويعني وتصرف مقبول جدا. او ان انت تقول له انا عايز حد تاني من تيم الترياج يبص عليها، ودي احنا كنا بنعملها كتير قوي. يعني كنا بنعملها كتير لما يجي حد يقول لك والله انا مش عاجبني اللي انت بتقوله دوت، وانا عايز حد تاني من تيم الترياج. كنا بنبعت في الانترنال ميتنجز بتاعتنا، كنا بنقعد يا جماعه حد يخش يبص على التقرير دي، يقول الفيدباك بتاعه والريسيرش مش مقتنع. مفيش اي مبرر ان هو يرخم عليك، هو ما يعرفكش، مفيش اي مبرر ان هو يرخم عليك. لو بقى جربت الحلين دول وما نفعوش، ساعتها تخش تبعت بقى للسبورت بتاع هاكر ران او الهاكر سكسس تيم زي ما بيسموهم، والله يا جماعه انا اتظلمت في التقرير الفلاني ودي ثغره عشان كذا. فيعني في زي ما قلت اكتر مسار ممكن تمشي. انت تقصد ان السيرم مش غيران مني عشان كده بيديني ان ايه؟ لا خالص والله انا نفسي كنت باخد منه ان ايه. والله انا فعلا بالمناسبه عشان ما بقاش عشان بس تبقى عارف انا اديت له ان كتير برضه. والله طب الحمد لله، فخر العرب الحقيقي. رديت له انا لما بحس ان الدسكشن مقفوله ما بيني وما بين تريج، بقول له اللي هو انا عايز حد تاني اساين او خد راي التيم بتاع الكلاينت قبل ما تعمل اي حاجه. اوكي دي بتدي الناس ان ايه كتير ليه؟ ده ما بيحصلش، يعني هفترض انه الناس اصلا ما كانتش عارفه اليوزر بتاعي ايه. انا عارف ان في حاجه اتنين او ثلاثه عرفوا، بس يعني حتى اللي عرفوا دول هفترض الناس ما كانتش عارفه اصلا انا اليوزر بتاعي ايه في المنصه يعني. بس ده ما كانش بيحصل، بالعكس والله تماما مش عشان انا في لايف بقول كده، والله تماما انا كنت دايما بساعد الناس. يعني حتى لما كنت الاقي حد مثلا مصري او حد انا عارفه بشكل عام، بغض النظر مصري او لا عربي يعني بشكل عام، ببلغ ثغره، وانا مثلا بريديوس بلاحظ حاجه مختلفه، بشوف ان هو لو مثلا عمل الحته دي السيفيرتي ممكن تعلى الهاي، لانه هيوصل حاجه اعلى كتير. والله عملتها وكتير كمان، كنت بحاول اساعدهم في ان انا اوجهه للطريق الصح، ان هو يبلغ ثغره مثلا، يبلغ ثغره ان هو لقى كريدنشلز في جيت هاب بس ما قدرش يبقى باس مثلا الاو تي بي. فانا مثلا عارف ان جالنا تقرير قبل كده حد يقدر يبقى باس الاو تي بي في نفس البروجرام، فمش هقول له طبعا على الثغره، ولكن هقول له لا انت لو دورت اكتر ممكن تلاقي طريق. فانا ساعدته في ان هو نعم. عمرك ما ساعدتني؟ والله ساعدتك كتير يا يوسف، والله ساعدتك كتير. والله انا اول مره اقول لك انا ساعدتك كتير والله. والله ساعدتك كتير وساعدت يلا مش هقول بقى اسمه يعني عشان هو شتم فيا، بس يلا خلاص. ماشي ماشي، يعني اظن كده الكلام واضح شويه من حته الترياجينج والباك باونتي. انت ممكن تقول لنا لو عندك شويه نصايح ازاي الناس تبقى باك باونتي هانترز احسن، او ازاي يطوروا من نفسهم في حته باك باونتي، ممكن دي تكون مفيده. غير النقطه الاولانيه اللي انا قلتها، ان انت طبعا تتعلم البرمجه. تاني حاجه تعملها وهتفيدك جدا هي ان انت تقرا رايت ابس كتير. انا مثلا ما بحبش ستايل السي تي افات، بس احب جدا اقرا الرايت ابس بتاعت السي تي افات. يعني ما بحبش العب سي تي اف، بس احب اقرا الرايت ابس بتاعت السي تي افات. فالرايت ابس بتاعت السي تي اف الرايت ابس بتاعت السي تي افات دايما بتعلم منها كتير، تريكات باي باس مثلا معين لواف لسكيورتي سوليوشن لفاير وول ايا كان. فدايما بتعلم من الرايت ابس بتاعت السي تي افات، وطبعا الرايت ابس اكيد بتاعت الباك هاندنج. فاقرا رايت ابس على قد ما تقدر، سي تي افات بقى باج هانتنج اقرا على قد ما تقدر. مش عايزك تلعب، مش عايزك تسحل نفسك انت تحلها. طبعا لو عملت كده حاجه كويسه هتتعلم، بس قصدي ممكن تاخد ايه يعني، تبدا من حيث انتهى الاخرون بدل ما تخش تسحل نفسك في سي تي اف. اغلب الوقت ما بقاش سيناريو واقعي، لا خد الزبد زي ما بيقولوا السعوديين يعني. خش على الرايت اب على طول، افهم ايه اللي حصل، استفيد من المكتوب. أوكي. فدي تانية نصيحة غير البرمجة، ان انت تقرا سي تي افات كتير. تالت حاجة ان انت تعود نفسك ما تبلغش الحاجات اللي انت اصلا مش عارف هي تقبل ولا لا. يعني نصيحة، يعني حاجات اللي هي بتبقى معروف ان هي بتحكي لك جاكينج واسمه خطف النقرات، هجوم خطف النقرات. خطف النقرات لا يعني قصدي، والحاجات دي ممكن في البدايه تبلغها عادي، بس قصدي حاول يبقى الهدف بتاعك انت ما تبلغهاش. يعني حاول الهدف بتاعك ان انت تجيب ثغرات خطيره شويه، يعني تبقى حاجات كويسه. فكل ما ركزت على ان انت تجيب حاجات قويه هتلاقي نفسك فعلا بتجيب حاجات قويه، مش تركز على انت تجيب الحاجات البسيطه لانك ساعتها مش هتشوف غيرها. بس وطبعا هتتعلم منين اصلا الحاجات القويه دي، وتجيب سيناريوهات منين. هو ده اللي زي كنت اقوله في تاني نقطه، ان هي انت تقرا رايت ابس كتير. بالظبط، تقرا رايت ابس كتير. نصيحتي ثالث حاجه، اسف رابع حاجه، هو ان انت تحاول يعني تتعاون او تلعب في تيمز، تعمل باج هانتنج مع ناس. هتجربوا كتير، هتشجعوا بعض كتير. انا شفت مثلا سيناريو كذا حد كان مكسل مثلا لما بقى يشتغل في الباج هانتنج هو فلان برضه نفس الاسامي، يعني بقى هو اشطر ليه، بقوا بيساعدوا بعض، بيفكروا في سيناريوهات مع بعض. حد يقول له لا الحته دي ممكن نعديها بالطريقه الفنيه اللي كنت قريتها في الرايت اب كذا، بينما كنت ما كانش هو يعرف الفكره دي. فالحاجات دي بتبقى مفيده ومهمه جدا. انا بعمل كده مع طارق وشريف، بيسرقوا الثغرات بتاعتي.
محدش يعمل كده. وارد طبعا، وارد اكيد، مش مختلف، هتحصل طبعا. بس لا يعني عايز اقول لك والله كذا مره انا ما كنت مثلا بتعاون مع حد عادي، كنا اوقات والله كان هو الكولابريشن بيبقى جميل جدا ان انت مفيد يعني مع الناس، انت مش عارف كل السيناريوز في حته. صحيح. فعلا بنخش مثلا يعني كان في سيناريو شغال عليه انا واحمد شريف اي كي بطيخه واسمه جميل جدا الصراحه. كان يعني كان في حته واقفه قدامه وحته واقفه قدامي واحنا بنتست على حاجه، ولما اشتغلنا مع بعض فيها قدرنا ان احنا نشين الدنيا دي يعني. في الاخر وصلنا للادمن بانل اكسس يعني، وعملنا تو في باي باس وعملنا اوثنتيكيشن باي باس. فلا يعني الموضوع ان انت بتشير النولج مع حد، انت لان انت دماغك كل واحد فينا بيفكر بطريقه مختلفه، وكل واحد عدى على سيناريوهات مختلفه وابلكيشنز مختلفه، فلما انت تمرج الكلام ده ما بينك انت وما بين شخص تاني بتطلع يعني الانتاجيه احسن بكتير يعني. في الموضوع ده كويس جدا كل الناس تحاول تشتغل مع بعض. صحيح صحيح. اخر نصيحه انصحها انه انت في البدايه حاول تهانت كتير على قد ما تقدر في بروجرامز ما فيش عليها فلوس، عشان دي الناس بتركز عليها اقل، فهتبقى فرصتك ان انت تطلع ثغرات اقوى او يعني اعلى في الخطوره فرصه كبيره، فركز عليها شويه، ادي لنفسك فرصه 6 شهور ولا حاجه، العب في بروجرام زي كده كتير على قد ما تقدر، ورجاء رجاء 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 ما تزهقش بسرعه، عشان الناس تقول لك انا خدت 2 دوبلكيت انا ما هانت تاني. والله انا قلتها كتير، اول ثغره بتاعتي جبتها بعد 6 شهور بحث، 6 شهور بحث طلعت اول ثغره. مش 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 يومين ثلاثه. هو المجال ده لازم تبقى عارف ان انت مش داخله عشان تعمل لك قرشين وتخرج، مفيش حاجه هتنجح فيها لو ده هدف باختصار. انا لسه كنت بقول لك يعني اول 15 صورة جبتهم كلهم مني ايه. كان الموضوع خربان يعني، اصل الواحد بيتعلم، انت مش داخل ضامن فعلا ان انت تطلع باجز ومش بتشتغل لوحدك، ده مش بنتست بروجكت، فانت داخل ضد ناس، ضد اصلا ابلكيشن اوريدي بيتعمل عليه تيست، اوريدي الناس بتهنط عليه من قبلك. بس الفكره ان هو توفيق ربنا والعلم اللي انت او الاجتهاد اللي انت اجتهدته وده بتجين في الاخر يعني الكلام بتاعك ومجهودك واصرارك اكيد. طب بالظبط بالظبط. ممكن بقى انت لو عرفت والخاص على الاكل مفيد لعلمك برضو يعني. عايز اسالك سؤال تاني بخصوص الباك باونتي، ممكن تحكي لنا اغرب سيناريو حصل معاك وانت بتهنت مثلا؟ كنت في 2015 كنت لسه بادئ اهنت في سين اك، وكان ساعتها منزلين بروجرام لاي باي، فدخلت على البروجرام بتاع اي باي ده لقيت سيكوال انجكشنز كتيره وحاجات كتير قوي، فطبعا بلغتها وبتاع لحد ما لقيت صح فايل ابلود، قلت بس بقى اجيب ار سي اخيرا يعني، فبرفع الملف بي اتش بي بيترفع بي اتش بي خلاص يعني، فاهم انت ضامن بقى ار سي وش طبعا. رفعت الملف معلم، الاقي الملف مش لاقيه خالص يعني، دورت في كل الحاجات وبروت فورسنج بقى ودار سيرش وكل مفيش ولا الهوا، فسبت البداية وكملت حياتي عادي خالص طبيعيه. 2019 رحت مؤتمر في نالكون في الهند، وقابلت هناك نخيل. نخيل ده الى الان رانك التوب 10 من التوب 10 في سينك. فنخيل اول ما قابلته فكنت اعرف عليه، فقال انا عارفك شفت ابراهيم حجازي النيك نيم بتاعك زيجو، قلت له قال انا لقيت الباك دور اللي انت كنت رافعه على اي باي. طبعا انا الكلام ده كان بعد 4 سنين، فاي باي ايه مين يا حبيبي باك دور ايه؟ قلت الباك دور ايه ما اعرفش الباك دور اللي بتتكلم عليه. قال لي ما بقول لك ايه ما تمثلش انا عارف اللي فيها، فاهم في معناه يعني كده لو ما تمثلش معاك اللي فيها. قلت له والله مش بس فاهم مش فاهم بتتكلم على ايه. قال لي انت كنت رافع باك دور على موقع اي باي اسمه زيجو دوت بي اتش بي، فافتكرت قلت له ده اصلا كنت رافع الملف ده عشان على امل ان انا الاقي ار سي، وقلبت عليه الدنيا عرفتش الاقيه. قال انا لقيته وبلغته وخدت عليه باونتي المحصوص. عزمكش على حاجه يعني؟ كان المفروض حتى اعزمك على كوبايه قهوه. ليه الناس كده؟ والله عزمنيش على حاجه. قعدنا نلعب بالالوان بتاع كانوا عاملين كده عندهم كلر تيو اسمه عيد اسمه ايه هولي. هو اسمه هولي، فهم عملوا هاكر وانا حاجه اسمها هاكر هولي. قعدنا بقى نلون وش بعض بقى فرانس روزن وسانديب وكل العيال كانت حاضر، قعدنا نلون في وش بعض بالالوان كانت ظريف. اوكي ماشي، اظن كده كفايه بحوار الباك باونتي والترياجينج. ممكن نتجه لاخر جزء من الحلقه وهي الاسئله، اسئله المشاهدين. ده بقى يعني اصعب جزء، ثانيه واحده نفتح الاسئله ونشوف. أوكي. في اسئله كتير ان شاء الله يعني الناس كلها بتسال، انا هبدا. ده سؤال بيتكرر كتير ومحتاجين نعرف اجابته منك، ازاي الناس تختار البروجرام اللي تهنت عليه؟ السؤال الابدي اللي معقد الناس ومعطلها عن الهنت، ازاي اختار البروجرام؟ بص، هو في النصيحه اللي بقولها للناس، وفي نصيحه وفي الحاجه اللي انا بعملها. اوكي
انا مش دي مش نفاق ومش بحاول اطوي الناس، بالعكس. هو الفكره كلها ان انا ممكن ببقى شايف ان الشخص ده مثلا ما عندوش المؤهلات اللي عندي اللي تخليه يبص للحاجه من وجهه نظري، مش بتكلم مؤهلات تقنيه او غيره، انا قصدي كوجهه نظر، كوجهه نظر للاشياء يعني. المهم يعني مختصر الموضوع، هقول انا بعمل ايه وهقول اللي انا بريكومنده للناس. انا بريكومنده للناس اللي انا بعمله، قصدي الاول ان انا بشوف ايه البروجرام اكتر حاجه اكتر يعني بروجرام بيدفع فلوس، دي اول حاجه بعملها، بحيث ان انا ابقى عارف ان انا لو ضيعت مثلا وقت اسبوع اسبوعين يوم ما الاقي ثغره الباي باك هيبقى كويس، يعني الفلوس اللي هتجي لي هتبقى حلوه تعوضني عن وقت البحث. تاني حاجه، ودي قد تبدو غريبه للبعض بس انا فعلا ما بيفرقش معايا متبلغ ثغرات قد ايه في البروجرام، 10,000 ثغره مليون ثغره ما بتفرقش والله. يعني ما اكتر السيناريوهات ان انا كنت ببقى داخل البروجرام وفي تنانين جوه مخلصين عليه وبخش بلاقي حاجه كريتيكال عادي جدا. يا جماعه البرمجه بتتغير بشكل يومي، الكود اللي انتم بتشوفوه قدامكم ده مش هو الكود بتاع امبارح، مش هو الكود بتاع اول امبارح، كل حاجه بتتغير بشكل يومي. فالراجل التنين ده لما دخل هانت هو شغل سكانر بقى زي مثلا اكس من الناس اللي كان اسمه توديز نيو ده مثلا، شغل سكانر جاب له شويه حاجات وخلاص وساب البروجرام على كده، حد غيرهم حافظ كام تكنيك جديد بيعمل بريسيرش بيهم مثلا فدخل طبقهم وساب البروجرام وراح للي بعده، حد تاني دخل مثلا ما شافش غير حتتين ثلاثه بس، حد رابع مثلا ما قدرش يطلع الثغرات الفلانيه عشان هي جديده عليه، في سيناريوهات كتير قوي، حد مثلا قعد يريسيرش كان زهقان وعنده بروجرامز كتير بيعنط عليها فقلب البروجرام كله في يومين، يعني السيناريوهات الكود كله اتكتب من اول وجديد واتغير، فانت وش هتلاقي حاجه يعني، هتلاقي وش بغض النظر مين اللي في البروجرام. فدول اللي بيهموني، ان البروجرام يكون بيدفع كتير على الثغرات، ان هو يكون بيقبل الهاي عشان مش كل البروجرامز ان هو يكون كل بيقبل بدايه من لو عشان مش كل البروجرامز تبقى اللو والميديوم، في حاجات ما بتبقاش غير الهاي وكريتيكال مثلا في بروجرامز كانت كده. اوكي. ايه تاني؟ السكوب يكون بتاعه كبير، يعني السكوب بتاعه يكون كبير، يكون عنده مثلا مش شرط استريك مثلا او اولد دوت كذا دوت كوم، ولكن يكون عنده اكتر من سب دومين، موبايل ابلكيشنز، فاهم؟ ما يبقاش ان انا داخل على ابلكيشن واحد فقط، انا ما بحبش الحته دي. هو ستيل ظريفه وبتلاقي فيها كتير وكل حاجه، بس انا بحب يكون السكوب كبير، اللي هو ايه، لو انا زهقت من البروجرام الفلاني من الدومين الفلاني اخش بقى اشوف بالظبط البلاي جراوند مختلفه، يعني ملعب تاني بقى اخش اجرب فيه، موبايل ابلكيشن بقى يعني عايز اقول لك مثلا، ودي معلومه اعتقد هتفيد الناس، انه اغلب البروجرامز اللي عندها موبايل ابلكيشنز الناس حرفيا ما بتشتغلش على موبايل ابلكيشنز اصلا، بينزلوا الموبايل ابلكيشن يعديه على الموب اس اف، التول اللي اسمها موب اس اف، يطلع له مثلا اذا كان في هارد كود الكريدنشلز بتاعه يبلغه وخلاص على كده، ما بيبصش على الابلكيشن اساسا. فلو في موبايل ابلكيشن فرصتك ان انت تلاقي فيه حاجه كبيره جدا جدا. اوكي ماشي. ده اللي انا قلته، ان انا هقول اللي انا بعمله، ان انا بقى نصيحتي للناس اللي لسه بتبدا او اللي انا انصح بيه الناس، لو لسه بتبدا خش في البروجرامز ما بتدفعش فلوس، زي ما قلت من شويه خش في البروجرامز ما بتدفعش فلوس او بتدفع سواجز مثلا تيشيرتات والكلام ده كله، خش فيها هتلاقي فرصتك اعلى، هتلاقي ثغرات، وده هيديك ثقه في نفسك ان ايه ده، ما انا بعرف اطلع حاجات اهو يا جماعه، فحلو، فجرب تاني وتالت ورابع. فدي نصيحتي. اوكي. في سؤال ما حدش ساله بس انا شايف انه سؤال مهم جدا وانا حابب اساله لك. انصح الناس او ازاي نكتب ريبورت يكون كويس جدا بحيث يسهل العمليه على الترياجر في ان هو يترياج بسرعه معايا ويديني فلوسي ويبقى الدنيا بالنسبه له سهله، لان ما ياخدش وقت اصلا. ايه اللي يبقى في الريبورت؟ ازاي يكتبوا الريبورت كويس؟ لان في ناس فعلا اللي بتبدا يعني، في كورس معروف لحد اسمه ابراهيم حجازي كان شارح البنتست والباك باونتي، بس برضه يعني ما ركزش قوي على حوار الريبورت. ممكن ركز 011، انا عارفه على فكره حجازي ده 011. يعني ايه اللي المفروض يبقى في الريبورت بتاعك عشان الريبورت بتاعك صح؟ لان انا بشوف ناس بتبقى بادئه وعارفه الاكس اس اس، هي فعليا بتكتب هيلو تيم اي فاوند اكس اس اس بي او سي جو تو ذس لينك ثانكس. بص، هو ده سؤال حلو، انا بالمناسبه انا جاوبت عليه في الفيديو بتاع، يعني عملت فيديو يعني كامل عن ازاي تكتب ريبورت اصلا. ولكن هو السؤال، انا بهاجمك، انا شفت الفيديو تمام. هو انا هقول بقى يعني الكلام اللي هو مختلف المره دي، هو ان انا هقول لك دلوقتي حط نفسك انت ان انت دلوقتي الديفلوبر اللي في البروجرام اللي هيستلم التقرير. اوكي. انت حابب تشوف البروجرام، تشوف التقرير ازاي؟ هل انت كديفلوبر مثلا ما تعرفش يعني اي دي اور، هتحب السكيورتي دايركت اوبجكت ريفرنس، الثغره اللي اسمها كده؟ هل انت كديفلوبر هتحب تشوف حد بعت لك بيقول لك هلو اي فاوند اي دي اور ان يور ويب سايت، جو تو ذيس لينك مثلا ات دازنت ورك، جو تو ذيس لينك ات وركس؟ انا كديفلوبر استفدت ايه؟ عارف انت اللي هو كان مين اللي كان بيقول لك انا استفدت ايه؟ المهم يعني، فانت حط نفسك دايما مكان الراجل اللي انت بتتواصل معاه، انت عايزه، انت دلوقتي لو انت هو مكانه هتبقى عايز تشوف التقرير ازاي؟
المنطق بيقول ان لازم تقرير يدي الاول ديسكريبشن، وصف، والله يا جماعه انا لقيت ثغره بتسمح لي مثلا ان انا اقدر اكسس البيانات الشخصيه كرقم تليفون وكايميل بتاع اي شخص في الموقع من خلال التلاعب مثلا بقيمه البارامتر الفلاني في الصفحه الفلانيه. لما بغير البارامتر دوت او الرقم اللي في البارامتر دوت برقم حد تاني بيوزر تاني بقدر اشوف بيانات الشخص ده. ففي تفاصيل اهو، فهمت على الاقل الثغره ايه الخطوره بتاعتها، بتوصلني لايه الوصف. بعد كده بقى بخش على الخطوات اللي هي زي هاو تو ريديوس، ازاي تعيد انشاء الثغره او ازاي تقدر تطبق الثغره انت مع نفسك. لازم والله تبقى لوجد ان مثلا، فجربت لوجن بالاكونت بالاكونت مثلا الفلاني وشوف بياناتك الشخصيه كذا، دلوقتي روح على الصفحه الفلانيه من خلال انت بتدوس هنا وهنا مثلا، روح على الصفحه الفلانيه او تكتب له انت اسهل، تكتب له كوب من الاتش تي بي ريكويست وتقول له والله غير بس الاي دي، هتلاقيه بيعرض لك البيانات بتاعه شخص تاني. فايه الاتاك سيناريو؟ لو انت بقى رميت التول دي على اي على الصفحه دي او الثغره دي على اي اوتوميشن تول زي مثلا بيرب انترودر وقعدت تغير في الارقام بس، هتلاقيه بقى ايه قدرت تجيب البيانات الشخصيه بتاعه كل المستخدمين في الموقع. واخر حاجه تقول له هاو تو فيكس، برضه انت كديفلوبر لو انا بقول لك بتحط نفسك مكان شخص، انت متوقع ان الراجل يديك نصيحه ازاي تقفلها، جايز انت ما تعرفش، جايز الطريقه اللي بتقفلها اللي بترقع بيها الثغره بيبقى حل مش مستمر، مش الحاجه او مش الطريقه الصح مثلا، بيبقى حل مؤقت مش هينفع. فطبيعي لازم الراجل الريسيرشر يقول لك كمان هاو تو فيكس، وان كان اغلب الريسيرشرز ما بيعرفش اصلا هاو تو فيكس ودي حاجه مش كويسه. ولكن انا بنصح حتى في الحاجه دي لو انت ما تعرفش كوبي يا سيدي من او اس مثلا، من بورت سويجر، من الحاجات دي كلها بس. فده تقرير مناسب من وجهه نظري. وطبعا الاهم اكيد هو ان يكون في بروف اوف كونسبت، اثبات للثغره. في اوقات افتكر دي حصلت في مره يعني في منصه اكس، بغض النظر هي ايه بس المنصه اكس يعني كان في عندهم ضغط كبير قوي في التقارير وما عرفوش يهندلوا كل التقارير في وقت مناسب، وكان البروجرامز مسموح لهم ان هم يشوفوا الثغرات. فالناس او التيم بتاع البروجرامز اشتغل على الثغرات الكريتيكال، عملوا لها بتاع ده فيكس من غير اصلا ما يتعمل ترياج للريبورت، فقفلوا الثغره من غير اصلا ما يتعمل ترياج بالظبط. فجي الريسيرشر، جه قصدي الترياجر، يحاول يبروديوس لان الثغره مترقعه، فبعت الريسيرشر والله الثغره اصلا مش شغاله، ازاي انا لما بلغتها كانت شغاله؟ طب فين يا حبيبي البروف اوف كونسبت اللي انت حاطه في الريبورت؟ ما فيش، زي هو عامل زي ما انت قلت كده بالظبط، انا لقيت كذا اخش على اللينك ده. يعني طب هو ما حطش بروف اوف كونسبت، هو ضيع على نفسه الباونتي. انت لو كنت حاطط اثبات مش هتفرق بقى ساعتها الثغره اتقفلت ما اتقفلتش، انت سايب الاثبات سواء فيديو صوره سكرين يعني او سكرين شوت، يعني دايما حط سكرين شوت او بروف كونسبت يعني. حتى هاكر وان عامل دلوقتي فيتشر ان انت تقدر تسجل فيديو ويترفع على طول في الريبورت، الموضوع ده بسيط يعني بالظبط، بيسهل الدنيا على الناس. اوكي كمل في الاسئله. ممكن تقول بحبك يا شمال في المايك وتشرح لنا ليه الموضوع بدأ ازاي اصلا؟ يعني انا ما اعرفش فعلا والله. عايز اقول لك ان في ناس بتخش تحلفني في رسالة تقول له حاجه هيبقى ارد عليها. هو بس للاخوه الغير مصريين، المصريين كده عارفين القلشه عام طبعا، بس الاخوه الغير المصريين في فيلم مصري اسمه بنات العم، وكان في حد يعني هم كانوا بنات وحصلت لهم لعنه فتحولوا لشباب، بس كان فيهم واحد بيحب المغني احمد فهمي، فاول ما شافه وهو دلوقتي بقى متحول بقى راجل راح جه لي عريه حضنه وقال له قول لي بحبك يا شباب في المايك. فبقى اي حد حرفيا يطلع لايف باي حاجه بقى يتقال له كده قول لي بحبك يا شباب في المايك. فانا ما اعرفش حد اسمه شباب يا جماعه والله، هي القلشه بتتقال لي لما بطلع في اللايف، فعشان كده بيطلب مني دايما احوار قول لي يا شباب بحبك يا شباب في المايك، فبحبك يا شباب في المايك. اوكي طب في سؤال تاني بيقول هل اخد OSEB وانا لسه ما طبقتش عملي في الشغل اللي كانت وركب التست بعد ما اخد OSEB؟ يعني هو اخد OSEB الاول وما طبقش نتورك بين تست، عايز ياخد الاي بي. ما لو اخد OSEB ازاي هو ما طبقش نتورك بين تست؟ انا مش يعني مش فاهم السياق بتاع السؤال رايح فين بصراحه. اوكي هو ممكن يكون قصده ان هو طبق الكلام ده في لابات عشان كده نجح، بس هو ما طبقوش كشغل كبزنس يعني ما اشتغلش بيه. لا ما فيش مشكله طالما عندك النولج طبعا، اكيد التجربه العمليه بتبقى مختلفه تماما يعني. ولكن لو عايز نصيحتي الشخصيه يعني مش محتاج تكتر من الشهادات، وفر فلوسك. الاو اس بي كافيه جدا انت تقدر تلاقي بيها وظيفه. فطالما الشركه بتاعتك مش موقفه الدنيا انت لازم يكون معاك الاو اس بي عشان تنجح وجوده، وفر فلوسك. الشهادات هي بس عشان تثبت انت عندك خبره، او مش يعني المفروض ان هي عشان تثبت انت عندك علم، اسف مش خبره. فالاو اس بي كافيه جدا انت تلاقي وظيفه تاخد بيها خبره وتعوض بيها الاو اس بي لو انت يعني مش عايز تدفع فلوس، والله لو عايز تاخدها النولج اللي عندك من الاو اس بي هي كافيه ان هي توصلك. يعني الخبره العمليه هتساعدك اكتر ولكن التجربه الكتير اللي انت عملتها في الاو اس بي هتساعدك برضه تاخد الشهاده، مش مشكله. اوكي طب
هل ممكن اعتمد على الباك باونتي كفول تايم؟ وغير كده امتى احس ان انا قادر ابدا اهنت؟ لان طبعا بنذاكر وبنحل بس عايزين نجيب فلوس بقى. تقدر تعتمد على الباج هانتنج فول تايم طبعا. اعرف ناس كتير عملوا كده كتير قوي، من ضمنهم ثانية وكلام مثلا، ده مليونير حرفيا. انا شفت له تويته في مره، كان يعني كان بيكتب ان هو لما بينزل الفندق ما بياخدش الاوضه، باخد الدور. والله فعلا باخد الدور كله. والله انا فاكر ان ثانية وكلام ده، انا في مره عملت له ابروف لتقارير يعني لما كنت فاكر وان في يوم واحد بس كنت بدي له 150000 دولار، اسف 175000 دولار تقارير مقبوضه كده وانا قاعد باخد في يوم صعب واحد. والله. والله يعني انت فول تايم تقدر طبعا تكسب كتير كتير قوي قوي كمان من الباج هانتنج. طبعا الموضوع معتمد على شطارتك، بس هتكسب هتكسب يعني، فاهم؟ طالما انت قاعد فول تايم هتكسب هتكسب. تبعاته ايه؟ ان انت هيجي لك احتراق داخلي كتير، ممكن اللي هو حصل. موضوع البيرن اوت، وحده، حزن، اكتئاب، ما بتخرجش بتقابل ناس. لو هتعرف تنظم دوت، انت تروح جيم مثلا بشكل مستمر، تقول ان انا لا والله مش هشتغل مثلا اكتر من 5 8 ساعات 10 ساعات في اليوم، وبعد كده مثلا اخرج اقابل صحابي. لو هتعرف تنظم دي اتكل على الله طبعا، واشتغل في الباك باونتي هانتر طول الوقت عادي. ده حقيقي. كنت جربت الموضوع فول تايم 2019 وجالي برن اوت 2020 كلها يعتبر. أكيد. اوكي. ايه الافضل ليا كمبتدئ، ابدا في ار بي ولا في دي بي؟ وازاي اختار الاب المناسب ليا اهنت عليه؟ احنا قلنا خلاص ان انت تبتدي مع الحاجات اللي هي ريسبونسبل ديسكلوجر، اللي هي ما بتدفعش فلوس، عشان تقدر ان انت تلاقي باجز، يبقى عندك فرصه ان انت تطور من نفسك فيها يعني. عشان بس الناس اللي هتبقى مش فاهمه مصطلح الفي دي بي او الفي دي بي، الفلنربيتي ديسكلوجر بروجرامز، دي الحاجات اللي ما بتدفعش فلوس، بتكتب اسمك في الاول اوف فيم او ممكن يدوك هدايا او كده. والبي جي بي بقى الباج بونتي، الباج بونتي بروجرامز بتدفع فلوس يعني. اوكي، ده سؤال حنيوك باج جدا. بونتي بروجرامز، والله هذا بي بي جي يعني، ما عليك. لو موقع ليه بروجرام على اي منصه زي باك جراوند او هاكر وان، الافضل ابلغها على المنصه ولا ابلغها على الموقع؟ شوف بيشغل دماغه احمد. احمد بيشغل دماغه، عايز ياخد الباونتي ويجري. ليه؟ طب ما يعني مش هنروح بعيد، في حد مش هقول اسمه، اسمه يوسف، مش هقول اسمه يعني، كان بلغ في منصه او بروجرام اكس، فاتح على منصتين، بلغ نفس الثغره على منصتين وخد بونتي ما خد بونتي. انا غلطان ان انا بنفع الاثنين. تستعماني يا هرم. انا قلت اجربها والله. لا طب ليه لا؟ ما هو والله كان حركه شغال. جامده، والله حركه جامده. لا انت انت هاكر، طب تسيح اوبس، يعني انت اكل قفشتني. ايدك تسيح. انا كنت بهزر معاك، ده ترول. اوكي. ازاي اللي لسه بادئ في المجال يطور من نفسه عشان يعرف يجاري مستوى الوحوش اللي موجودين دلوقتي؟ ده اللي كنت لسه بقوله من شويه، طبق كتير، افشل كتير مش مشكله خالص، طبق كتير على قد ما تقدر. قضي وقت زي ما قلت، ما تزهقش، ادي لنفسك 6 شهور انت تطلع ثغره. مش هقول لك ادي لنفسك 6 شهور تطلع تنانين مجنحه، لا، ثغره في 6 شهور عادي جدا جدا جدا. اقرا رايت ابس كتير على قد ما تقدر، لان الرايت ابس هي اللي هتديك افكار. انت دلوقتي بتبص على صفحه الساين اب او صفحه الباسورد ريسيت، مش عارف تعمل فيها ايه، ليه؟ عشان ما عداش عليك سيناريوهات. فزي ما قلت، ابدا من حيث انتهى الاخرين، روح اقرا الرايت ابس بتاعت الناس اللي لقوا ثغرات في صفحه الباسورد ريسيت، عشان تعرف ايه السيناريوهات اللي بتتجرب في صفحات الباسورد ريسيت، وبالتالي تدي لنفسك افكار. فاقرا رايت ابس كتير، وجرب كتير، وافشل كتير عادي جدا، ويوم ما تزهق من البروجرام غير البروجرام، مش تسيب المجال يعني. غير ما لقيتش في البروجرام ده غيره، مش تزهق وتسيب الدنيا خالص، لا، غير، شوف بروجرام تاني بس. اوكي. حلو السؤال ده. ايه الاحسن للواحد اول مره يهنت، يبدا بابلكيشن كبير لسكوب كبير، ولا يبدا على منصه لسه جديده زي باج في، ولا يفضل يجرب في البابليك بروجرامز على هاكر وان؟ لا، قول السؤال تاني، حد لسه بيبدأ؟ هيهنت، فهيهنت على ابلكيشن كبير ليه سكوب كبير مش عارف هجيبه منين، ولا يبدا على منصه لسه ممكن جديده قصده حاجة طب انا فاهم، ماشي، اوكي. مثلا زي باج في، ولا يجرب في البابليك بروجرامز على هاكر وان؟ هقول نفس النقطه تاني، جرب في اي بروجرام بغض النظر هو كبير او على هاكر وان بابليك او ايا كان، جرب في اي بروجرام ما بيدفعش فلوس. دي اول حاجه يعني، اول نصيحه، واي نصيحه دايما بديها لاحد لسه بيبدا. طبعا انت في الطبيعي هقول لك الاول جرب على بورت سوجر لابس، اللي هي بس انا افترضت ان انت عارف ده بما انك قلت ان انت بتبدا، فمعناه ان انت جربت الحاجات دي اوريدي. لو ما جربتهاش، جربها، اتدرب الاول على بورت سوجر لابس عشان تعرف الثغرات وتجربها بايدك، بعد كده ابدا على الحاجات البابليك بروجرامز. اول ما تلاقي اول ثغره ليك هاي سيفيرتي، ليها سيفيرتي هاي كده، اتكل على الله ودوس على طول في البروجرامز اللي بفلوس. بس الفكره كلها انت تدي لنفسك الثقه ان انت بقيت قادر تكتشف ثغرات هاي سيفيرتي او خطورتها عاليه. واصلا اللي كنت بعمله في هاكر وان، ان انا كنت بقى يعني في بدايتي خالص في البروجرامز او في الاكونت بتاعي لما اتعمل، كنت بهنت على الحاجات اللي ما فيهاش فلوس عشان يعمل ريبيتيشن، فاجي لي انفايت للحاجات اللي فيها فلوس واجرب صح حظي. صح بالظبط. هي دي البدايه.
طب مش ناوي تحكي لنا تجربتك في السوق، ولا انت مش عايز تشارك العلم مع حسين؟ يا اليسون لا انا ما والله اشتغلت ما السوق اشتغلت سك يا ابني. اوكي انا لو اشتغلت سك اكدب عليك وليه؟ اوكي ده برضو سؤال عن الفول تايم. يعني بس ده في بوينت، نقدر نتعامل مع الباك باونتي كفول تايم جوب، ولا هي عباره عن سايد انكم فقط، خصوصا ان وارد جدا شخص يقعد جاوبنا على فتره السؤال ما صح. يطلعش؟ يعني هل وارد ان شخص ما يطلعش فترات صغيره؟ يعني انا زي ما قلت، انا اول زهره طلعتها قعدت 6 شهور. في الوقت الحالي، مش الوقت الحالي، انا بقالي اولموست كمان من 2017 2018. انا بدات مع هاكر وان 2018، وكان ممنوع ساعتها ان انا هاند، عشان كده يعني اوريدي كل البروجرامز الانترو. عندهم. فما كنتش بهاند يعني، بدايه من 2018 قعدت مثلا مده سنتين ولا حاجه ما بهاندش خالص. بعد كده بقى لما اشتغلت في اول، يعني لما سبت هاكر وان كنت بهاند حاجه كده جنب شغلي. ما يبقى عندي اجازه طويله شويه، في الويك اند اقعد ابص على حاجه. اوقات كتير كان بيعدي مثلا ويك اندز كتيره ما بلاقيش حاجه، لان الباك اند انت عارف الموضوع ايه، محتاج تقعد تركز كده. ممكن تشوف حاجه هي مش ثغره، يعني انت هتحس ان هي بدايه لثغره، فانت محتاج وقت تقعد تجرب وتقرا مش عارف اليوزر من الحته الفلانيه، واجيب الراندوم ادي الحته الاعلانيه عشان في الاخر تجمعهم مع بعض، فتلاقي يعني عارف كده. فما كانش عندي الوقت الكافي، فقعدت فتره كبيره ما بلاقيش حاجه عادي جدا يعني، بس اوقات بلاقي، فبيجي لي دخل زياده جنب المرتب، فواي نوت يعني. وبعدين يعني انا عايز انوه حاجه بس للناس، اللي بيخلي الباك باونتي فول تايم فهو بيبقى واحد هو عدى عليه وقت في الباك باونتي، عارف ان هو بيعرف يجيب فلوس، بالفعل جاب فلوس حط احتياطي. يعني انت مش هتبقى جاي لسه بادئ لسه واخد $100 فتخلي ان ده الفول تايم بتاعك، لان ده هيبقى غلط، لان انت لسه لا قويت نفسك التكنيكال ولا بقى عندك احتياطي مثلا ان انت لو قعدت فتره مش هتلاقي باجز. لكن انت واحد مثلا ربنا بيكرمك وخلاص بدات بقالك اكتر من سنه مثلا شغال في الباج باونتي، فمثلا طلعت باجز كذا واحده مثلا ب $10,000، فبقى عندك او 5000 او حتى $1,000، فبقى عندك احتياطي فلوس، لان انت مثلا انت شغال في شغلانه فول تايم بعيدا عن الباج باونتي، فانت مرتبك مثلا من 10,000 ل 20,000 مثلا، فانت خلاص عملتهم من باج كانه مرتب شهر، فاهمني؟ فانت معاك شهر كمان تجيب الباج، فاهمني؟ بس ما يبقاش ولا ان انت ما اللي انت عندكش بتقوله صح احتياط ده، ده. لو انت مثلا شغال في وظيفه فعلا، ده حقيقي، ما تقعدش من الوظيفه وتقارن تشتغل باك باونتي هانتنج الا لو انت عندك حوشت المبلغ الكافي اللي يضمن لك بالظبط تقعد سنه، مش هقول 6 شهور، يضمن بالظبط لك تقعد سنه ما بالظبط تلاقيش ثغره. بالظبط بالظبط، بس لو عشان انت مثلا لسه طالب ما عندكش اي حاجه تعملها في حياتك، لا اشتغل باك باونتي فول تايم عادي جدا، مش مشكله يعني. ما وراكش مصاريف. لكن انا بتكلم الناس اللي بيبقى عندها عائلات، ما ينفعش ان انت ما عملتش احتياطي تروح تجرب، لان هو ده زي صيد السمك حرفيا، ممكن ما تلاقيش فعليا، ممكن يبقى صحيح باد كلنا عدى باد علينا داي. والله نفس المرحله. طبعا اكيد. عادي ماشي. في سؤال من واحد اسمه محمود حجازي، طبعا احنا هناخد السؤال ده عشان واسطه. ايه افضل تي ستادي المفروض اشتغل بيها كبن تيستر؟ اسميه اسال اخويا بقى، لازم اسلم عليه. ولا ركز على حاجه واحده وبقيه الخبره والتي، هو يقصد ايه بالتي؟ مش عارف، في هتكون حاجه كنت اتكلمت عنها اسمها تي ليرنينج موديل او تي شيب اوكي. مثلا، التي اللي هو حرف التي زي كده. فاللي انا كنت بقوله دايما، ان انت لما تخش اي مجال جديد مثلا زي سايبر سيكيورتي، فانت مش هينفع تقول انا هذاكر بس السايبر سيكيورتي، مش حاجه اسمها كده. لازم تذاكر برمجه، تذاكر وجوانبها. نظام التشغيل، تذاكر بالظبط. يعني لو هنعمل اللي هو الشرطه بتاعت حرف التي، فبرمجه، قواعد بيانات، انظمه التشغيل، البيزكس يعني النتورك بتاعت بيزكس شبكات، بيزكس تشفير، الكلام ده كله. فده يعمل لك الاشاره دي. بعد كده بقى تملى حرف التي اللي هي الجزء اللي هتركز عليه وتقويه اكبر، هو الجزء بتاع السايبر سيكيورتي، كورسات السايبر سيكيورتي بتصور. فانت مثلا هتقوي نفسك كده في البرمجه مثلا كده، في مش عارف في التشفير شويه صغيرين كده، في الشبكات كده مش عارف ايه بتاع، فهتعمل الحرف اللي هو الاشاره دي. ولكن اللي هتقويه بقى، اللي هتملى الاشاره بتاعته فول بقى، هي الكورسات بتاعت السايبر سكيورتي. فهو ده حرف التي باختصار. اوكي، فهو بيسأل المفروض اشتغل بيها كبن تيستر ولا اركز على حاجة واحدة، ومش اقصد التكنولوجي، اقصد ويب ونتورك وموبايل وهاردوير. هو ما فيش حد بيبدا فاهم في كله يعني. انا اول ما بدات مش فاهم في غير في ويب ابلكيشنز بس، فقرات الويب ابلكيشنز بس. الموبايل بين تيستنج اعتقد اتعلمتها بعدها بسنتين مثلا ولا حاجه، لان كنت عايز وقت كافي اتعلم فيه ثغرات بتاعت الويب بين تيستنج، اقرا رايت ابس كتير، اجرب كتير، اغلط كتير، عشان بعد كده ابدا اقول انا بقيت كويس في الويب، اروح بقى للموبايل يعني. عشان كده ما فيش حد هيبدا يتعلم كله مره واحده، لا خدها خطوه خطوه يعني. اسمه ايه، اليابانيين عندهم تكنيك كده اسمه كايزن، اللي هو المهم يعني ما علمش اخش في تفاصيل الفرعيه،
بس قصدي يعني ان انت خدها خطوه خطوه. الحاجات اللي انا قلتها دي دلوقتي كشبكات واو مش محتاج منها غير الاساسيات فقط. واتكلمت في اكتر من لايف ان مثلا الشبكات محتاج منها، محتاج توصل مثلا النولج بتاعتك لفين، البرمجه مثلا محتاج النولج بتاعتك توصل لفين، كل الكلام ده. كل ما قويت نفسك كل ما كان افضل، ولكن مجرد انت بقى عندك الاساسيات بس بتاعت المجالات دي ده كافي جدا. وبعد كده بقى خش في السايبر سكيورتي على طول، او في القسم اللي انت حابه في السكيورتي، سواء بنتست بقى سكيورتي انجينيرنج، سوك، بلو تيم، ايا كان مسمى يعني. اوكي هو في سؤال بس انا مش هاردوير وخلاف يعني. في سؤال بس انا مش فاهم يعني بالظبط. هل تتفق بمقوله ان الباج هانترز شغالين بطريقه اخطف واهرب، انك تلقى باج وتبلغها وتاخذ عليها فلوس؟ وبرايك الافضل من ناحيه التطور بالمجال، باج هانتنج او بين تيستنج؟ اخطف واهرب. ده كرتل ده ولا الراجل ده من العصابه المكسيكيه بتاعنا؟ انا بخطف واهرب. لا هو انا فاهم قصده، هو فكره اخطف واهرب باختصار ان انا ايه، انا هخش النهارده كده الويك اند ده امسك الويب سايت الفلاني الاقي ثغرتين ثلاثه وتعشت على كده، حاسس مش هبص عليه تاني يعني، فاهم اللي هو ايه، طلع لك مصلحه طلع لك قرشين وسيبه وروح على اللي بعده يعني. فهو ده، هو ده صحيح بنسبه كبيره يعني، ده صحيح بنسبه كبيره ان انا عايز فرصي تبقى اكبر في ان انا الاقي ثغرات اكتر واخد فلوس اكتر، منطقي. فلو ركزت في بروجرام واحد اضيع نفسي فرص ثانيه كتير، ماشي اوكي. في ناس ده السيناريو بتاعها، انا مش كده، بس انا بحب امسك بروجرام اركز معاه، اركز معاه لحد ما احس ان انا خلاص ايه، ما عادش في امل ان انا الاقي في حاجه تانية، يعني انا خلاص فحته زي ما بيقولوا. لان الفرصه اللي انت هتلاقيها هناك ان انت تقول مثلا ايه، انا هخلص هنا بسرعه عشان اروح اشوف البروجرام الثاني، ما انت ممكن باللي انت كنت هتلاقيه في البروجرام الثاني ده لو ركزت هنا تطلع حاجات اكتر وتاخد عليها بونتي اكتر من اللي انت يعني ضيعتها لما سيبته ورحت للثاني يعني كده يعني. فكل واحد ليه سيناريو مختلف او طريقه تفكير مختلف. انا في تفكيري ان انا بمسك البروجرام بقعد عليه. فيعني في هم بتاع شغالين بطريقه تخطف ورا دي، فكره بقى انهي الاحسن، باج بونتي هانتنج ولا بنت، مش حاجه اسمها احسن، كل المجالات كويسه، مش حاجه اسمها احسن. طب عندك نصيحه للناس اللي عايزه تعمل اوتوميشن قوي فعال؟ مش فاهم ايه فعال، بس عندك يعني عندك نصيحه للناس بتعمل اوتوميشن؟ اتعلم مثلا البيرب مثلا عندهم بيسمح لك موضوع انت تكتب بلوجنز في يعني شوف اي مشروع، اي مشروع قصدي اي بلوجن كسيكيورتي سكانر. انا مثلا عملت بلوجن ظريفه جدا، هي حلوه والله وفادتني، يعني ما طلعتليش حاجات كتير بس استيل يعني لقيت لي حاجات ففادتني. ان هي في ناس مثلا في الحته بتاعت الاس اس ار اف بتشغل اي صفحه بتشغل مثلا بتنيبل موضوع الاتش تي تي بي انتراكشن ده في البرم، واي ريكوست بتعدي بيقوم مسكنها مثلا. بينما ممكن يكون في مثلا عندك هيدن بارامتر اسمه يو ار ال انت ما شفتوش في الصفحه. بس في ناس تانية تقول لك ايه، ما انا هنزل بقى البلوجن بتاعه البرام ماينر او بارامتر ماينر وقعد ابروت فورس على كل صفحه، وده مش منطقي خالص. انت مش هتقعد على كل صفحه تبروت فورس كام الف بارامتر عشان في الاخر لقيت يا ملايين، مش منطقي. فاللي انا عملته ان انا رحت مجمع كل الكومن بارامترز اللي فيها اس اس ار اف، يو ار ال، ايمج سيرفر، ايمج يو ار ال، ايمج اندرسكور سيرفر، الحاجات دي كلها جمعت كل البارامترز دي وكتبت بلوجن بس بتابند او بتضيف على كل يو ار ال تعدي على البرب بتضيف عليها البتاع دوت بالبيبل كولابوريتور يو ار ال. بس هي كانت جامده نفعتني، ظبطت معايا مرتين يعني، طلعت لي اس اس ار اف مرتين ظريفه استيل طلعت. معايا ده اهم حاجه ان انت تعمل حاجه تخلص لك الشغل، مش مهم بالظبط. هي قد تكون فكرتها بسيطه، بس هو ده الاوتوميشن اللي احنا بنتكلم عليه. الاوتوميشن قد يكون بينفذ لك فكره بسيطه وقد يكون بينفذ لك فكره كبيره. ان انا عملت بعد كده طبعا نفس البلوجن دي عملتها موديولايز، ده اقدر اضيف عليها بقى، مش لازم بس تبقى اس اس ار اف، انا ممكن اضيف عليها مثلا حاجات مثلا اللي هي الصفحات الديباج مود والقصص دي كلها. فيعني باختصار ان انت بص على البرب، وبنصح بالاكستنشن اللي اسمها سكريبتر. سكريبتر دي هي اكستنشن في البرب، بدل ما انت تقعد تتعلم الاي بي اي، الاي بي اي بتاع البرب نفسه، لا السكريبتر دي هي مكتوبه بيزد على الاي بي اي بتاع البرب، وبتخليك تسمح لك تكتب بيور بايثون كود، بايثون كود عادي خالص، وهي بتنفذه لك بناء يعني ما بتحتاجش تفهم الاي بي اي حتى بتاع البرب، هي بتتعامل معاه مباشره. انت بس تكتب بايثون كود عادي خالص وهي بتنفذه لك على كل ريكوست بتعدي. فاتعلم طبعا لو انت بتبرمج بايثون في الحاله دي اكيد، بس قصدي يعني اتعلم على اي بلجنز مكتوبه، شوف هتشغلها ازاي وجرب تكتب لنفسك حاجه. شوف مثلا اي ثغرات نزلت وجرب تكتب لها بروف اوف كونسبت بنفسك، ثغرات حتى مهروسه عدى عليها 1000 سنه مش مشكله. بس الفكره كلها انت تجرب تكتب لها بروف اوف كونسبت او اداه تستغلها، تبقى جافا، تبقى سي، تبقى بي اتش بي، تبقى اتش تي ام ال، اللي انت عايزه. المهم يعني في الاخر انت تجرب تكتب استغلالات بايدك بس. ماشي. في اخر بس سؤالين معنا. واحد بيقول هل البدايه كباج هانتر افضل من حيث الاكسبيرينس، وده بدوره يزود السي في، ولا دور في مجال البنتستنج على طول؟ لان زي ما بيقول الباج هانتنج معظمه بيكون حظ. هو مش حظ،
ده يعني اوكي. اللي انا بحب اقوله في الحته دي انه ممكن قد يكون البعض محظوظ، ولكن طب تخيل كده حد ما عندوش علم وجاله الحظ، هل هيقدر يستفيد بيه؟ مش هيقدر يستفيد بيه. فهو الحظ لا شيء بدون علم باختصار يعني ما هو انت ممكن تكون جالك فرصه فعلا، بس انت يعني ما عندكش العلم اساسا يخليك تستغل الفرصه دي، فهل ده معناه انت محظوظ؟ لا. انت ما عندكش علم باختصار. فيعني العلم هو الاساس، الحظ ده سيبك منه، ده انا بشوفه شماعه للناس بتعلق عليها يعني بالظبط. اعذارها باختصار. فانا مش شايفه حظ. وانا نسيت السؤال نفسه بالمناسبه، ولكن انا ده كان ردي على الجزء بتاع هل هو حظ او لا. لو تفكرني بجزء السؤال الاولاني اجاوب عليه دلوقتي. ان هو يبدا باك باوند بحيث يسود السي في، ولا يبدا يدور على طول على التستنج؟ تمام. ده اللي زي ما قلت اللي انا عملته في الاول، ان انا بدات باج باونتي هانتنج عشان اقوي السي في بتاعي. كل الولف فيمز اللي نزلت فيها كانت في السي في، فبقت بتعادل الشهادات يعني بتثبت ان انا عندي خبره، فانا بدات بيها. والله ربنا يسر لك ولقيت انترنشيب او فرصه تدريب كبنتستر مباشره، اتكل على الله خدها طبعا. اخر سؤال، هل باج باونتي بيتطلب ناس بتفكير معين، ولا هي خبره بتيجي مع الممارسه والوقت؟ هو جاوب على السؤال، هو الجزء الثاني ده هو اللي جبت السؤال. منطقي. خلاص، يعني انا كده شايف ان احنا جاوبنا جزء او كم كبير من الاسئله، وموضوع الحلقه كان كويس واتكلمنا فيه الحمد لله. وشايف ان احنا ممكن ننهي الحلقه كده على النهارده، الحلقه النهارده على كده. اوكي. بس يعني فشكرا، انت شرفتنا النهارده وافدتنا من العلم اللي عندك، الله فربنا يكرمك يكرمك. يا رب. اوكي، يلا، السلام عليكم. ماشي يا صديقي، السلام عليكم.